من طفلة تلهو على سفح الجبل الشاهق في كردستان إلى امرأة تقدمت الصفوف وانبرت لمهمة عسيرة على الرجال قبل النساء. هل جميع الأعضاء الرجال هم كفؤين اليوم؟ رحلة حلم صار حقيقة، قصة نموذج مشرق لامرأة عراقية. نحن مهمومون وقلقون للمرحلة المقبلة. الطريقة التي يصاغ بها الدستور هي أيضا محط قلق. تسريب المعلومات الذي يتم لا يظهر الصورة بشكل مشرق. نسرين برواري قريبا على الشرقية.